لعنة التنين. السلام عليكم. هذا المشروع او هاي الصور اللي موجوده قدامك، هذا المشروع بداوا يشتغلون به سنه 1970، بس هذا المشروع بقى لحد الان الوضع كما هو عليه. نص المشروع مخلصين والنص الثاني لحد الان ما اشتغلوا او ما كملوا هذا المشروع. وشنو السبب اللي خلاهم يتركون هذا المشروع؟ لانه القصه مالته غريبه وعجيبه، انه اول ما بداوا يشتغلون بهذا المشروع قامت تصير لهم حوادث غريبه وعجيبه، والحوادث كانت تصير للمهندسين وللعاملين على هذا المشروع والمسؤولين عن هذا المشروع، وحتى للعاملين كانت تصير هاي الحوادث وهاي المشاكل الغريبة. كانت هواي مشاكل تصير لهم من ناحية الآليات اللي يستخدموها بناء هذا المشروع، كانت تصير بها هواي مشاكل، والحوادث اللي يسووها وهم جايين بطريقهم على هذا المشروع. والمشاكل مو بس للمقيمين بهذا المشروع أو اللي يشتغلون عليه، المشاكل كانت تصير حتى العوائل هذولة اللي يشتغلون بهذا المشروع. لذلك قرروا أنه يتركون هذا المشروع بسبب الحوادث اللي تصير لهم، المشاكل اللي تصير عندهم بسبب هذا المشروع، وقرروا يتركون هذا المشروع نهائي ويسيجوا ويبقون الوضع على ما هو عليه. بس هذا سبب من الأسباب اللي خلاهم يتركون المشروع. بس السبب الرئيسي اللي خلاهم يتركون هذا المشروع أنه هذا المشروع كان على شارع اسمه شارع التنين، لذلك كانوا يعتقدون أنه التنين لعن هذا المكان أو لعن هذا المشروع، لذلك قرروا يتركون هذا المشروع ويعفوه للأبد. ومن 1970 ولحد الآن هذا المشروع مسيج وما حد يجرأ أو يحاول يكمل هذا المشروع، والمشروع لحد الآن باقي ومسيج وما حد يقدر يكمل هذا المشروع بسبب لعنة التنين وخوفهم من هاي الخرافة. فإذا عندك معلومة حاب تضيف إيش على الفيديو، أتمنى تكون لها بكومنت. شكرا لكم. هم سألت نفسك يوم من الأيام ليش الأقلام الجاف أخباغتهم بهي الظروف، وشنو السبب اللي يخلي هاي الظروف موجودة بهاي الأقلام، وشنو خلي الشركات تضطر تسوي هاي الظروف اللي موجودة بالأقباغة. السلام عليكم. أول ما بدأت صناعة أقلام الجاف وكان أقباغتهم طبيعية ما بيها أي ظروف، بس اللي خلى الشركات تسوي الظروف أو منظمة الصحة العالمية جبرت شركات أقلام الجاف تسوي هاي الظروف، لأنه الإنسان بطبيعته كل ما يستخدم القلم الجاف راح يشيل القبق ويخليه بحلقة. وعزيزي المشاهد، احنا كنا استخدمنا هاي الطريقة، كل واحد يستخدم القلم الجاف راح يشيل القبق ويخليه بحلقة. طبعا عزيزي المشاهد، انت استخدمت هاي الطريقة وخليت القبق مع القلم الجاف بحلقك، فبذيك الفترة كان ماكو ظروف لهاي القباقة. فاحنا نعرف القلم الجاف من اخترعه يستخدموه الناس الكبار والاطفال الصغار، فكل الحالتين صارت هواي مشاكل وصارت هواي حوادث وتوفت هواي ناس، من ضمنها ناس كبار ومن ضمنهم اطفال. فقررت منظمة الصحة العالمية تجبر كل الشركات اللي تصنع اقلام الجاف انه يسوي قباقة بهن الظروف. وشنو فائدة هذا الظرف اللي موجود بالقبق؟ انه الشخص من يخلي القبق بحلقه وعن طريق الخطأ من يشهقه راح يستقر وين؟ بالمريء. لذلك من راح يستقر هنا وبالمريء بظرف، وهذا الظرف راح يساعد يخلي الهواء يدخل ويخرج، وتقريبا الانسان يقدر يتنفس بصورة طبيعية اذا كان القبق بظرف يساعد دخول وخروج الهواء. فهذا السبب الرئيسي اللي يتعلق بموضوع الاقلام الجاف وليش سووا لهن أخباقة بهن الظروف. فإذا عندك معلومة حاب تضيف إيش على الفيديو، أتمنى تكتب لنا بكومنت. شكرا لكم. ليش الحيوانات بصورة عامة تحب الأصوات المزعجة اللي موجودة بالألعاب مثل هذا الصوت؟ وشنو السبب الرئيسي اللي يخلي الحيوانات تحب هاي الأصوات؟ السلام عليكم. تقريبا الحيوانات كلها مشتركة بهاي الصفة، لذلك راح نحكي عن الكلاب. ليش الكلاب؟ لأنه الكلاب أكثر الحيوانات اللي متواجدة واللي قريبة علينا، ونقدر نختبر هذا الشيء ويا الكلاب لأنه أقرب الحيوانات اللي موجودة يمنا. أما السبب اللي يخلي الكلاب أو الحيوانات تحب هاي الأصوات المزعجة اللي موجودة بالألعاب، لأنه هذا الصوت اللي موجود بهاي اللعبة أو الصوت المزعج اللي تسمعه أنت واللي يخلي الحيوانات أو الكلاب تحب هذا الصوت، لأن هذا الصوت يحفز عند الحيوان أو عند الكلب غريزة الصيد. وليش يحفز غريزة الصيد وليش الكلب يحبه؟ لأنه هذا الصوت هو نفسه صوت الفريسة اللي متعود عليها الكلب أو الحيوان، متعود على صوت الفريسة، وهذا الصوت المزعج نفسه أو مشابه إليه تطلقه الفريسة أو يسمعه الكلب أو الحيوان المفترس، يسمع هذا الصوت ويستمتع أو يحفز عنده غريزة الصيد، لأن هذا الصوت نفسه هو نفس الصوت اللي تطلقه الفريسة. لذلك كل ما يسمع الكلب هذا الصوت راح تحفز عنده غريزة الصيد، وتقريبا كل الحيوانات مشابهة بهاي الصفة، وهذا السبب الرئيسي اللي يخلي الحيوانات أو الكلاب تحب الأصوات المزعجة اللي موجودة بالألعاب. فإذا عندك معلومة حاب تضيف إيش على الفيديو، أتمنى تكتب لنا بكومنت. شكرا لكم. معقول الشخص من يموت تبقى أظافيره تطول أو أظافيره قابلة للنمو حتى بعد موت هذا الشخص؟ السلام عليكم. الناس يشوفون إنه الشخص من يموت راح تطول أظافيره، زين شلون هو ميت وظافيره تطول؟ وهذا الاعتقاد خاطئ عند بعض الناس، يعتقدون انه الشخص من يموت تبقى اظافيره تنمو، وهذا الشيء غلط، لانه الشخص من يموت راح كل خلايا تموت ويموت هذا الشخص، وما راح يبقى اي شيء بجسمه اذا ما يجف، حتى الجلد مالته يجف، وهذا اللي يخلي الاظافير تبين. والمختصر لكل هذا الموضوع انه الشخص
من يموت راح كل خلايا جسمه تموت، والسوائل اللي موجودة بجلده راح تجف كلها وراح ينكمش الجلد على نفسه، فراح تطلع طبقة من الأظافر، وهاي الطبقة هي اللي يعتقدون الناس أنه الإنسان الميت ده تطول أظافره، فهذا الاعتقاد اللي يعتقدوه الناس. فإذا عندك أي معلومة حاب تضيف إيش على هذا الفيديو أتمنى تتركونها بكومنت. شكرا لكم.